علاج سوادي الرقبة. مرحبا وأهلا وسهلا بكم أعزائي بالله في هذه الحلقة الجديدة، والتي أردت أن أوضح علاجا لسوادي الرقبة. الحل كالتالي أعزائي: نقوم بجلب القليل من الماء وإضافة عليه عصير الليمون والقليل من الخل، وبعد ذلك نقوم بدهنه وبفرك جيد للرقبة، وبإذن الله نكرر هذا الأمر 3 مرات يوميا، ولمدة أسبوع سوف نشاهد الفرق. الآن أعزائي، هناك حل آخر نستطيع اللجوء عليه، هو أن نقوم بدهن ماء الورد ووضع الفيزالين، أي نوع فيزالين، على الرقبة، وبإذن الله سوف نحصل على بياض وعلاج لسواد الرقبة الذي من الممكن أن يكون جلدي. وأيضا هناك أسباب أخرى لسواد الرقبة مثل مرض السكري. أعزائي، أتمنى لكم الشفاء العاجل.